عم يطلب هون خطه دفاعيه اللاعب علي مزن بواد احمد ابراهيم عم يضرب من المسافه البعيده وبسجل نقطه السابعه السري الثاني بيخترق ما بسجل المزن احمد ابراهيم بيعمل الريباوند فاست بريك مع الايوبي ترانزيشن ديفنس من فريق الحكمه واحمد ابراهيم احمد ابراهيم بيضرب من المسافه البعيده للمره الثانيه بالمباراه البيروتي اللي بيسدد عن الارك ما بينجح بالمحاوله الثلاثيه الريباوند لصالح جاد خليل بيطلع الفاست بريك مع احمد ابراهيم اللي عم يسدد من ساحه الكاسليك من ساحه الكاسليك عم يسجل روكوال كاسليك عم تبتسم وزوم كايل عم تبتسم حاليا لاحمد ابراهيم يلي ضرب من المسافه البعيده نقطه ال 13 اربع ثلاثيات لسوبر احمد ابراهيم بهالوقت اربع ثلاثيات وثلاثه بهالكوارتر بوبو بياخذ التسديد الثلاثيه ما بيسجل هالمره عن الارك احمد ابراهيم بيعمل كنترول على الريباوند الدفاعي جاد بيكسر الطابه علي مزر بيعمل ستيل علي مزر بمرر البيروتي ما بينجح وفي خطا لصالح البيروتي كل السلامه لجورج اللي عم يتوجع بشكل كبير كل السلامه للبيروتي عم نشوف معالج الفريق بسرعة دخل على أرض الملعب بتمنى له السلامة عم يتوجع كتير جورج رح تشوف بالريبلاي كيف عطيه إياها خطأ إذن لصالح جورج بيروتي هون التبديل اجباري صار حتى لو في يلعب اجباري دخل معالج الفريق رح يطلب الاعاده بتصور الحكام الحكمين رباح نجام وزياد طنوس صاروا موجودين حدي عم يطلبوا الاعاده بنطلب المخرج جورج خليل يفرجينا الريبلاي من جديد بنشوف قرار الحكم شو رح يكون بعد مره مخرج إذا بانتظار نشوف الريبلاي نشوف قرار الحكمين إذا لنشوف شو رح يقرروا الحكام سبورتسمان لايك فاول إذا سبورتسمان لايك فاول لصالح فريق الحكمة لنشوف مين رح يكون بديله للبيروتي على ارض الملعب الظاهر سيكويك